بس انت حلفت انك تعطيني سلاح مجاني. والله كنت اهديك يا جدع، اقسم بالله كنت اهديك. انت نصاب، نهارك اسود ومنيل. والله كنت اهديك بس انت يا اللي كذاب. اديني سلاح. اديك والله. انا بدي سلاح. افتح الشنطه. تحت الشنطه. اقفلها تاني. الله ياخذك. بسم الله. عمي روحك قاعد تطلع وقاعد تضحك. بس انا غدر فيني المصري الخاين. مصري خاين انت اللي خاين يا عم، انت اللي لازم تضربني الاول. انت رميت رفوخي يا عم. انت اللي لازم تضربني الاول. نهارك اسود ومنير. انت اللي لازم تضربني. انت اللي خاين. انت اللي خاين. ولك هذا مجنون. هتشم هشم، هتعور هعور، هتذبح هنذبح. هعورك هعورك من المستشفى. خلاص شباب، الميت لا يحكي الاسمر. خلاص شباب متوا، الله يحكم شو تسوي. ربنا يرحمنا، ترحم علينا يا غالي، ترحم علينا. يلا مشي الدقايق بس يا صديقي. ترحم علينا يا المصري. ليش تغدر فيني؟ انت اللي نزلت وضربتني. انا ضربتك ما سويت شيء ثاني. ما تضربنا اضربك، عندك المصري ما بيسيبش حقه. انا الضرب بيعور. ما طخيتك يا عمي، ما طخيتك، ما رميتك. اصحى للكلام. انا ما عندي سلاح. لا معك سلاح ومخبيه. والله ما عندي سلاح، لو معي سلاح كان رديت عليك. كنت قتلتني، كنت قتلتني. قول قول. بس انت حلفت انك تعطيني سلاح مجاني. والله كنت اهديك يا جدع، اقسم بالله كنت اهديك. انت نصاب، نهارك اسود ومنيل. والله كنت اهديك بس انت يا اللي يا كذاب. اديني سلاح. اديك والله. انا بدي سلاح. افتح الشنطه. تحت الشنطه. اقفلها تاني. الله ياخذك. بسم الله. عمي روحك قاعد تطلع وقاعد تضحك. والله كنت اديك سلاح بس اعمل ايه طيب؟ والله العظيم انك نصاب يا والله المصري. انت اديك. طب ايه رايك نتقابل في المستشفى انا وانت؟ يلا نتقابل في المستشفى والله اديك اللي انت عايزه. بس اوكي. وانا ما بتعطيني. ما هديك والله. انت كمان، انت اسمك ايه؟ محسن. احلى احلى مسا عليك يا محسن. خلدني محسن على كيفك. محسن عنده مساج بالجراج. محسن محسن قمت متاخر. يا المصري. احمد احمد يا المصري. يا سعودي. ايه يا سعودي. محسن عنده مساج بالجراج يقول. أيوة. روح نجربه بجد بجد يا محسن. محسن انت معاك فلوس عندنا محسن بجد. ولد انا مطفر عندي يوم 9500. لا 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 ازاي بس كده محسن؟ لا 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 والله لا. ما اسمي محسن، اسمي احمد. عمي تعال انا هطلع ديك ابوكو. ده انا هوريكو يا عمي. ادي يا عم. ده انا هوريكو ايام سودا يا كلاب. ايام سودا يا كلاب. ده انا هنفخكو. صلاح في ناصر. ده انا هنفخكو. راح فين؟ ده انا هروح هجيب القاهره كلها واجي لكم. ده القاهره هتنسفكم يا كلاب. اي يا عم يا اسفين يا عم. مركب مركب يا عم هنطور. بسبس يا حلو. بسبس يا حلو. البسبس ده بسبس لها في شارع دول العربيه اللي عندكم. اركب يا بسبس. مساء العنبر. ممكن نمبر؟ مساء العنبر. دمك تقيل قوي. الدم الخفيف ده للمصريين يا عسل. الله الله. دي مصر ام الدنيا يا عم. انت شجاع يا عم. يا ام الدنيا وبص وابو الدنيا وجد الدنيا وبنت عم الدنيا. لا من امسكونا اقول انك مخطوف. يا جدعان يا جدعان انا مخطوف يا جدعان، حد يلحقني. يا عم انت انا مخطوف يا جماعه. يا جماعه انا الحقني يا كابتن. نادي ادمن بسرعه. ابليس ابليس. روح عند ابليس. عند ابليس نقول بلاغ كاذب خليهم يسجنونا. يلا يلا روح بلاغ كاذب. يلا بلط. يلا نروح هناك نشوف. يلا تروح تنسجن. ماشي روح يلا نتسجن مع بعض. لا انت بس. ماشي انت بيع مخدرات، انت لازم تنسجن. لا انا مش بيع مخدرات. تبيع الراس والقلب يا عمي. ايه ايوه ببيع راس وقلب وببيع كلية. انا بتاجر في الاعضاء. يعطيك العافية حبيبي. يا بوليس يا بوليس حضرت. على حبيبي هذا يبيع على الظاهر اللي معنا. هذا هذا حرك عقب الدعس. يبيع كان حرك حبيبي حرك. لا المصري قاعد يقتل الناس. زي حرك ياخذ قلب تبعهم. حرك يا ولد حرك. هذول نفسيات يا كذاب. حدش هيصدقك. يا عم ايه ده؟ ايه ده يا عم؟ بس انا عايز اسال سؤال، بس سؤال واحد بس. ها يا عم الحي. انتوا ليه ما بتحبوش مصر قوي كده؟ والله العظيم نحبها حيل صراحه. ليه بس كده؟ بحس كده بعنصريه وكره مش عارف ليه. كل اصحاب المصريين. يمكن انت تحب او انت تحس بالشيء هذا، لكن بالعكس والله. حبيبي حبيبي والله اقسم بالله يا جدع. والله العظيم والله العظيم احنا بنحب كل الدول العربيه. ده اكيد. ونفسنا والله العظيم ان احنا يعني ايه بلاش نتكلم كتير يعني.
مش عايزين نتكلم. شعور متبادل اكيد. اه والله العظيم والله العظيم. معلش معلش لكن ما توسع يا ابي. تعويض ابي تعويض. وسع حبيبي. تعويض تعويض تعال خذ خذ تعال تعويض 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 تعويض. انا مش هتنازل. زنى علي زنى علي استنى بس كده. تعويض تعويض خذ. تعال يا عم. انا حرام اتاسف لك. انا حرام تعال تعويض خذ خذ تعال تعال. زباله. تعال يا تعويض. ماشي. ابغى اطول. تاني 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 تاني. اصحى للكلام تاني. ولا يا ابن المجنونة. يا عم ساعدني يا ابن الولد. افضل متك افضل متك على اف افضل متك على اف يا نزل. خليك متك. يا شرطي. ده اجلني. لما تركب خليك متك. حشيلك حشيلك مالك. يلا 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 خلاص ما يكونش في بالك ما يكونش في بالك. ادينا الشيء. اركب يا المصري. هو فين ده شال هو شال هو شال. يا المصري. يا المصري يا اخويا ركب معاك من زمان. المصري ركب. انت اللي ما بتتحركش. والله يا المصري لا قالوا لك ال شو اسمه؟ ايه ده؟ مصري مصري ام الدنيا يعني فعلا مصري ام الدنيا. حبيبي والله حبيبي. أيوه. مصري ام الدنيا الكل يحبها. اه والله فعلا والله والله واحد مصري بتحب كل الدنيا والله والله بتحب العالم كله. بس اذا سمعت مصري يحلف يعرف انك كذاب. مين قال لك على المعلومة دي بجد؟ بجد بجد مين قال لك على المعلومة دي؟ لا 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 مين قال لك عليها؟ إشاعات إشاعات. لا أنت عندك حق مش إشاعة. يا رجالة يا رجالة يا رجالة تعالوا هدوكوا سلاح اركبوا هدوكوا سلاح. اصبر يا عمي يا عمي اركبوا بسرعة هدوكوا سلاح اركبوا اركبوا. وخر يا راسل عنك ايش تبي؟ اركب اركب بسرعة اركب هديك سلاح دلوقتي. هذا ركب معنا. أنت كذاب. ده انت كذاب قوي والله. هديكوا سلاح دلوقتي والله هديكوا. بس هبص هنفلك المعلومه اللي بتقول ان المصري كذاب. هنفيها لك. انت كابن على بنكلم ابتكب. اتحداك تنفيها. طب والله العظيم لنفيها لك دلوقتي وهديك سلاح. ها يلا. لا ده انت تدينا كلنا سلاح. هديك انت واللي معاك هديك انت واللي معاك سلاح. يلا مش فيه رجع هذا الباص. لا لا مالكش دعوه بالبصات دلوقتي ولا لك دعوه بالبصات. انا محدد المسار دلوقتي. احلى مسا عليك يا حكومه. ده انت كذاب عاوز تودينا شو اسمه المقر عشان نموت. يا باشا المقر هجيب منه اسلحه اوديكوا. انا عضو انا عضو يا باشا انا عضو. ماشي ماشي ماشي. وحد كان مين اللي راكب معانا في العربيه؟ مين اللي راكب معانا؟ انت جيت منين يا ابني ولا جيت فين؟ ده ازاي ده؟ انت نزلت من السما ولا ايه؟ انا كان معايا اتنين. كان معايا اتنين بقوم تلاته ازاي؟ انا ادم. انت مين يا باشا؟ انت عرفت كل انت عرفت كلنا يا عم. يا عم ادمن مين وانا كل ما اقابل حد في السيرفر ده ولا انا ادمن؟ هنا شباب نروح معاه بس بدا ده سوح. خد بسرعه يا احمد خش بسرعه بسرعه. ايوه سواء انا رجاله هجيب لكم الاسلحه سواء انا هديكم اسلحه. تعالوا تعالوا المقر ده بيتي ما تقلقوش ما تقلقوش. ما احنا نقلقش تقلقوش هديكم اسلحه دي كل واحد هيمسك سلاح دلوقتي. ابعدوا شويه. سكين ها في واحد سكين ها. ماشي ماشي كل واحد سلاح اي كي ام. اوف كفو والله حبيبي. فلوس من غير فلوس فري يا ابني. وزع وزع يا حبيبي وزع وزع وزع. ادي للناس ادي للناس ووزع وزع اسلحه عليهم. ماشي معطيلك ها يا باشا هديك دلوقتي. ادي لهم من غير طلق. ادي لهم من غير طلق والله العظيم. ادي لهم بس اسلحه دلوقتي. ادي اسلحه من غير. ثواني بالدور كل واحد هياخد له سلاح دلوقتي. ادي له سلاح 10 طلق. يا عم ادي له من غير طلق قلنا. اقف انت اهو اقف اقف اقف. كل واحد ياخد سلاح. ادي لابس تيشيرت احمر ده. ادي لابس تيشيرت احمر. تيشيرت احمر؟ يا ولد يا المصري اعطيني السلاح. ماشي ماشي هذا هذا هو. ما تروح انت بتسك امها يا ولد. لا تضرب. ليش قتلت المصري؟ ليه كده طيب؟ ليه كده؟ ليه كده طيب؟ استخدم هلا؟ رجالة ينفع كده رجالة؟ يا عمي تضرب المصري في بيته؟ ينفع كده؟ مش انا مش انا مش انا مش انا ينفع؟ يا كلب. لا ما ينفع. والله لا لا الله يلعنك. والله خايس وكلب. الحين اللي معاه سلاح مين؟ انا انا رئيس العصابة يا مصري. ايوه انا اديتك السلاح وانت اخذت السلاح ها؟ ماشي ماشي ماشي. تعال تعال شلون اشيلك تعال. ماشي 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 ماشي. والله العظيم اني مو انا اللي ذابحك. يعني انا جاي اجيب لكم اسلحه. جاي اديكم اسلحه. يا عمي الازرق هو اللي ذابحك مو انا. شيلوا شيلوا ارمي الكلب ده بره. سيبوا 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 جوه هنا سيبوا جوه سيبوا ما تطلعوش. اوريك انا اقسم بالله ان سبيت انه عندي مقطع واوري لادمن اوريك. مين انا ولا مين؟ اي انت. انا؟ اي انت. تعال يا اخويا تعال يا حبيبي تعال خفت انا يلا. خوف تعالى في حبي يا حبيبي تعالى تعالى خش جوه تعالى
تعال 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 يا مش مش الناس الكويسه حبيبي حبيبي يا غالي حبيبي يلا روح عند العلامه الزرقاء يا عم عشان قبل ما نتحلل يا عم انا شايلك اه يا عم شايلك يا شباب سرقت فوقاتي سرقت فوقاتي مبروك يا حبيبي مبروك لا حلو يلا خلينا نروح نشوف الخايس اللي سايبينه ميت هناك خليته بالزباله عشان طلعت ريحتي خش خش زمان ريحته عفنت وطلعت الله انه غبي والله خلينا نروح نشوفه الله كنت هديله سلاح يعني انا راكب معاه عشان اديك سلاح تروح تقتلني والله انه غبي والله والله غبي فعلا احنا تعبنا نص ساعه نقردم فيك عشان تعطينا سلاح يا باشا من غير حاجه والله والله من غير حاجه انا قلت لك هديك انا هو بدقيقه ركب معنا وراح ارضى اخذ سلاح ما شاء الله عليه والله بس اقف 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 المصحف جاء ازاي المصحف دخل هنا اصلا استنى كده ما ننزل نشوف الحوار ده مين يا ابني اللي دخل جوه انت مين المسعف اللي دخل جوه انت اهو يا ابني يا ابني رايح فين يا باشا يا المحفظ اطلع هذا هو المسعف هذا مسعف يا مسعف يا مسعف على كيف مين دخل انت ازاي تدخل هنا يا مسعف نكلمك انا يا مسعف وقف ازاي تدخل هنا يا مسعف يا مسعف خد يا مسعف خد خد يا حرامي ده مش مسعف ده حرامي ده حرامي واقف لا طخك يا حرامي الله حرامي كان بيسرقنا كان بيسرق بيتي هذا شرطي شرطي ولا شرطي دقيقه 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 الشرطي هذا خاين هات سلاح بسرعه على سلاح بسرعه على سلاح بسرعه هناك اهو اضرب 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 يلا قسم بالله انك سويت خلاص لا تعال لا تعال استنى ما نشوف ايه يعني والله العظيم اني مسوي شيء هذا والله ايش صار ما اخذ صديقي ومدي عندي عصابه وذابحه وقطع السجن ارمل ارمل امشي امشي افهمك بس امشي رجاله تعالوا نخش جوه البيت تعال شو خش جوه البيت نتكلم تعالوا تعالوا يلا يا عم يلا تعالوا 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 خش جوه البيت يا عم يلا تعالوا جوه البيت تعالوا صديقي مصري شنو اسمك عشان بناديك مصري اسمي احمد اصلان ونعم احمد اسلام اصلان 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 يلا يا اصلان يلا عاوز طلقات يا اصلان ماشي ماشي اديله ما عندي اعطيتني سلاح بس بدون طلقات